بدأنا النظام العلاجي سواء كان بالأقراص أو بالحقن عن طريق الأنسولين أو غيره. ما هي الاحتياطات الأخرى المتعلقة بالنظام الغذائي؟ لأنه قد يكون هناك حد من رغبة المريض لتناول وجبات بعينها أو طبيعة معينة فيما يخص طبيعة الأكل أو تكرارية الوجبات. هو المفروض ان الاكل علشان يبقى صحي لازم تبقى فيه نسبة المواد الكربوهيدراتية او النشويات والسكريات، المواد الدهنية، المواد البروتينية، الفاكهة والخضروات. مهم قوي النسب فيها تبقى محفوظة ومعروفة، لان زي ما قلت لحضرتك في الاول بلاش نعتبر انه السكر حرمان. تمام. خلينا نتعامل مع المريض كأنه انا. ليه؟ لأنه إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع، وده في حدود إمكانيات الدكتور مفتوحة قوي. يعني أنا شايف إنه الأمور سهلة قوي وممكن الدكتور، بس هو المهم قوي إنه المريض نفسه يبقى ملتزم. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا لما أقول له على نسبة الأكل، في مرضى كتير قوي قوي يقول لك طب أنا هاكل إيه؟ هو أنا لازم إذا ما كانش الطبيخ يبقى مسبك ما يبقاش كلت، طب ما أنا ممكن آكله نايف نايف قوطة، إيه المشكلة؟ ما هو نايف نايف. تمام. ايه لازم ان انا اكل الحاجه محمره؟ طب ما انا لو كلتها مشويه، انا مش هقول لك كلها مسلوقه لكن كلها مشويه. ممكن يبقى في يوم فري مثلا كل 10 ايام، كل اسبوعين، وده بتبقى بالاتفاق مع الدكتور لان هو بيقول له احتياطات معينه يعملها، سواء بيعملها بالرياضه او سواء انه بياكل حاجات مثلا تسيح عمليه الدهون ديت، لكن دي بتبقى بالاتفاق مع الدكتور. الحقيقه ما اقدرش اقولها كده على يعني على علتها، لانه كل واحد هياخدها بقى على مزاجه. لكن انا بشوف ان احنا بنزود في الفاكهه والخضروات، الفاكهه غير اللي مسموح بيها، الفاكهه التانية والخضروات بكميات اكتر، وبعدين بنزود في البروتينات مثلا بكميات معينه لا تتزايد عن 30%، بنخلي الدهون من حوالي 3 ل 10% على حسب المريض نفسه، على حسب اذا كان هو السمن عنده كتيره ولا لا، المجهود عنده كتير ولا لا، هيحرق ولا لا، طبيعة شغله، طبيعة عمله، الحاجات دي كلها. إلى جانب الحاجة اللي بعد كده المواد الكربوهيدراتية حوالي 20%. تمام دكتور، قلت تكوينات الوجبة الغذائية المثلى وقلت منها على سبيل المثال أن الدهون لا تتجاوز 3%، النشويات 20%، الخضروات والفاكهة بكثرة وأشياء من هذا القبيل. ما هو يعني موضع المحليات أو السكرين أو السكري أو التسكير أو التحلية واستبدال السكر الطبيعي بأشياء مماثلة لتحلية المشروبات سواء كانت دافئة أو باردة؟ هو بالنسبه للسكريات او الحلويات، المفروض انه لو نسبه السكر اعلى من ال 200، لا المفروض ان المريض ما بياخدش حلويات صراحه. تمام. يعني عشان ابدا معاه حلويات لازم يبقى اقل من ال 200، واديله كل فتره كده حاجه برضو من نفسه، لكن ما تبقاش برضو كميات، يعني مش مثلا 3 4 حتت جاتوه ولا لا لا، ما يبقاش كميات. نعم. فدي حاجه. الحاجات التانيه بقى اللي هي معالق السكر، هو المريض في الظروف اللي زي دي انا بديله 3 معالق سكر بس في اليوم، لو عاوز ازيد من كده هيبقى في سكر دايت بقى. تمام. وبعدين انا شايف انه الحقيقه يعني لو فرض انه هيشرب كوبايه شاي بحليب، معلقه سكر كفايه قوي قوي عليه، لو هيشرب نسكافيه باللبن هيبقى برضه معلقه سكر كفايه قوي قوي عليه، خلاص. فيعني احنا مش محتاجين قوي ان نسبه السكريات، لان احنا عندنا السموم البيضاء، السموم السكر البيضاء والملح والدقيق السكر والملح والدقيق. فالمفروض ان احنا نبقى حذرين، حتى السلام يبقوا حذرين في حاجه زي كده، لان احنا للاسف برضو هرجع اكررها، الحركه بتاعتنا بقت قليله قوي قوي. يعني حتى الموظف بيقعد على المكتب ما بيقومش الا لما بيكون ضروره ملحه عشان يقوم، لكن احنا البيت بتبص تلاقي كل حاجه حواليه وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون.